Thank you.
رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيل بري، معالي الدكتور غطاس فوري ممثلا دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، صاحب الفخامة أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والسيادة والمقامات الروحية وممثلي القيادات العسكرية وأهل الإعلام، أيها الحفل الكريم، أهلا وسهلا بكم جميعا في دارة الرئيس إلياس هراوي لنحتفل سويا بتقديم جائزة هذا العام لجمعية فرح العطاء. أترك الكلام لمعالي الأستاذ رشيد درباس، ومن ثم للفنان المبدع جورج خباز الذين واكبوا نشاطات هذه الجمعية المميزة وشهدوا على إنجازاتها، وهم أهل بالفعل للتعريف عنا. أهلا وسهلا فيكم، تفضل دكتور مع الوزير. دولة الرئيس بري ممثلا بالسيدة رندا، دولة الرئيس سعد الحريري ممثلا بمعالي الدكتور غطاس، صاحب الفخامة أصحاب الدولة والمعالي والسعادة أصحاب السيادة والسماحة، الرئيس الراعية، الصديقات، الأصدقاء، أسمحوا لنفسي باسمكم أن أرفع خطابي للرئيس الياس الهراوي وهو في سدة سمت على الألقاب وصفت من الرغائب، لأشهد أن شجاعته وإيمانه بالدولة والوطن وحنكته ودرايته ومقدرته على الانتقال بين الألغام وتمرسه باللعبة السياسية كانت عوامل أساساً لبناء الدولة التي تشتتت بين ملوك الطوائف فأمسك بزمامها في مقر رئاسة مكتوم القيد، وعين قائدا للجيش على ورقة عادية، وتخطى الشكليات فقدم فكرة الدولة على المراسم والمراسيم، وأعلن في خطابه الأول وقبل أن يجف دم الشهيد الرئيس رني معوض أن الرد على الجريمة سيكون باسترداد الوطن من خرائط الاقتسام إلى جدارة نشيده، بحره بره درة الشرقين. بعد هذا أحيي السيدة الدائمة الحيوية الأمينة على الشبكة الوطنية التي تنشرها كل عام في دار أعلاها من فض الاشتباك الوطني، السيدة منى التي نعمت بلطفها كما بثقة جائزة الرئيس الهراوي بأن جرى استدعائي للمرة الثانية إلى شرف الوقوف على هذا المنبر بعد أن تكلمت سابقاً على ولية طربوش رياض الصلح السيدة ليلى التي توزع لمساتها الخضراء بالطول وبالعرض فوق خرائط الطوائف وتضاريس المذاهب وأخاديد الهوى السياسي. أيها الحفل الكريم، لأن لجنة الرئيس الهراوي مؤلفة من أسطع الأقلام وأرفع الأعلام وأكمل الخبرات وأجمل الأصوات وأعطر الوردات، ولأن نخبتكم الراقية تملي المهابة، فقد كنت ملزما بتركيب ريش كثير للقلم، فهو لا يستطيع بريشته الوحيدة أن يطير في هذا الفضاء، ولكن مناسبة التكريم تستخفه ويدعوه أطفال فرح العطاء للتحليق مع طائراتهم الورقية وبالوناتهم الملونة التي كانوا يطلقونها في السماء الواحدة متحدية خطوط التماس والبغضاء بعد كل جولة عنف أو تفجير لئيم أو قتال عقيم، فكلما حفر الزعر في النفوس فجوة بادرته فرح العطاء بالتحليق فوقها، وقالت كما قال السيد المسيح: دعوا الأولاد يأتون إلي، فأقامت لهم المخيمات الترفيهية واستضافت أبناء المتعادين إلى بوتقة واحدة كمن يعيد اللحمة إلى الجذور، وفي اللغة يقال ألحم الزرع أي صار فيه القمح، وقيل
لحم التمر هو لبه، فكأني بمن نكرم ينصاع لمقتضيات اسمه، فيصير ملحما عند كل خلف، وبلسما لكل جرح، وخلفا للخير وسلفا لأبناء الخير. فلا يمتعضن مما أقوله فيه، فما قولي إلا جسر أعبر منه إلى الجمعية وأفرادها ونشاطاتها، واسمها المستمد من معاكسة ما استشرى من فرح الأخذ والاستيلاء حتى البشم. فأذاقتنا لذة العطاء عملا بما قاله السيد المسيح على لسان بولس الرسول: مغبوط العطاء أكثر من الأخذ. فهي لا تدعي مشروعا بديلا ولا تحاوله، ولكنها تؤطر عملها في مؤسسة الغريزة الإنسانية البريئة من المراتب والرتب والرواتب. إنها الجمعية التي تستجيب للفطرة، فالفطرة خير عفوي والشر تدبير. فإذا أشهر سلاحه شحذت بوجهه نصل السليقة، كما يشحذ البرق الغمام لينسكب مزنا هتونا يروي عطش الخريطة وما يتعداها، كأنها القائمة على وصية أبي العلاء: فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظب البلاد. وكما ألحم زرع الياس الهراوي بعد تبوير طويل للتربة، ألحم زرع فرح العطاء من عمق الرماد، وصدع نجم ملحم وهو النزاع إلى الأفول والتخفي وراء رفاقه وأبنائه، إذ أصبح هو والجمعية معلما جغرافيا من معالم باب التبانة وبع المحسن. فأمن أطفال المنطقتين في هذا الملاذ، واستشعروا بالاطمئنان من هول ما فعله الساسة والمجرمون بمدينتهم وبيوتهم من خلال سياسة المحاور والمتاريس والزعم الكاذب بالدفاع عن الكرامة، وهم في حقيقتهم شركاء على تعاديهم في شركة مساهمة أسميتها الشركة العامة للخراب السياسي الطرابلسي. يظهرون علينا بابتسامات كاذبة وياقات منشاة وأكف ترتدي قفازات بيضاء، لكنها ترتكب أحلك الأفعال سوادة. أنا لا أستغل هذه المناسبة الطيبة لأنقل إليكم هم مدينتي وما عانته من غياب وتخل وإجرام، بل لأشير إلى أن فرح العطاء اكتسبت الهوية الطرابلسية بجدارة واستحقاق. وعندما حل السلام وطويت تلك الصفحة إلى غير رجعة، أين زرعها من خلال أولاد عرفوا بعضهم بعضا في الطفولة، فحملوا معهم المودة إلى مراحل الشباب ليحرسوا في حقل خال من النباتات الشيطانية، ويحرسوا زرعا خاليا من المبيدات المسرطنة. والفضل في هذا يعود بلا ريب إلى أولئك المتطوعين الذين كانوا يتنقلون بين القذيفة والقذيفة، بين الرصاصة والخطاب المذهبي، فإذا بهم يعيدون رسم خريطة المنطقة بالجدار الطيب والعمل الطيب والكلمة الطيبة. كيف تأتى لهؤلاء أن يكسبوا جمعيتهم صفة الورشة، وأن يصبحوا هم من أمهر عمالها، فيزيلوا الركام ويرفعوا المداميك ويدقوا المسامير ويدهنوا الحيطان ويرمموا النفوس ويوطدوا جسور الألفة، حتى كادت الجمعية أن تعرف بنقيضها، لأنها كانت دائما بعد كل نكبة ومن غير انتظار وقبل أن ينقشع الغبار ويفرح بفعلتهم الأشرار، تظهر على هيئة فصائل من ملائكة خفيفة الحركة شافية اللمسة، لها على أغوار العيون سحر يستبدل بالدموع بريقا وباليأس رؤية، ويزرع الليل بنجوم الأمل. على أن فرح العطاء ليست ردة فعل، بل هي فعل أصلي معاكس للفعل الفاحش. وأفحش الأفعال في هذه الأيام هذه السياسة التي تجعلني أستذكر قولا لصاحب البيت عندما تمادى المتمادون فتساءل: إلى ما سيدر ضرع البقرة لبنا وأنتم تجيعونها وتسومونها العذاب، بل تأكلون دونها تبنها والحشيش؟ يقولون إن الملاءة المالية في خطر،
وإن القلق الاقتصادي ترتفع وتيرته، وأقول ليس هذا بالأمر الأدهى، لأن الإفلاس السياسي هو الذي يفضي حتما إلى إفلاس اقتصادي، أما الملاءة السياسية فكفيلة برأب التصدع المالي والاقتصادي. ولكن لمن نقرأ المزامير وندك الأجراس ورب مستمع والقلب في صممي كما يقول أمير الشعراء، فكل حزب بما لديهم فرحون، أما التجمعات المستجدة فما هي إلا إعادة إنتاج للعمق العشائري القابع في دواخلنا، إذ نستهلك أحدث ما تنتجه الحضارة فيما تستهلكنا المحاصصات والمقاسمات وادعاء الطهارة في مرتع السوء. أعتذر مرة أخرى، غير أننا تعبنا من إدمان الدورات العقيمة بإنفاق الوقت في الزمن الرهيب، فلا تتشكل الحكومات إلا بشق الأنفس، ولا ينتخب الرئيس إلا بعد أن يمل الكرسي من فراغه وفراغ الحضرة السياسية. هذا يخلخل البنيان العالي كما لم تفعل الحروب. ولعل في اختيار لجنتكم الموقرة هذه المناسبة ميقاتا حازقا والتفاتا ماهرا، لأن أنظار اللبنانيين ترى الآن في هذه اللحظات التفافا حول شابات وشبان مجهولين ما زالوا منذ العام 1985 على مبادئ جمع شمل العائلة اللبنانية والالتزام بالمحبة والتسامح والاحترام وبالمساحة المشتركة كممارسة يومية. كأني بالمحتفى بهم يمتطون الآن طائراتهم الورقية ويتركون أزيالها تنجر على خيبة الدولة، لأنهم بتنصلهم من الحدث السياسي يصنعون الحدث الوطني الأكبر، وممارسة فعل الإيمان بلبنان كيانا ودولة وأرضا وشعبا ورسالة كما قال القديس يوحنا بولس الثاني، فأي ترياق للعراق الجريح كان أجمل من لمسات مارك طربيه ورفاقه. هذا استمد إرادته من الفرح فضرب لنا جميعا المثل بأن الجسد الذي قد لا يملك صاحبه تفعيل أعضائه كلها تستطيع روحه أن تفعل أجسادا كثيرة إذا كان العطاء محركها. ضرب لنا المثل جميعا بأن الجسد الذي قد لا يملك صاحبه تفعيل أعضائه كلها تستطيع روحه أن تفعل أجسادا كثيرة إذا كان العطاء محركها، فهو يرمم المدارس ويزيل آثار العدوان الإسرائيلي ويجمل وجه الأشرفية بوسام حسن بعدما أودى الانفجار بوسام ورفاقه. أيها الصديقات، أيها الأصدقاء، كلما بث أحدنا شكوى من وضعنا الراهن نهز رؤوسنا موافقة على ما يقول، فيما أركان الوطن تهتز بسبب اختلافاتهم التي لا سبيل إلى رأبها. ننظر إلى ما حولنا فنقلب الشفاه ازدراء، والدهر بنا يزدري ويستخف بنا المتربصون الذين أمنوا حتى الآن إلى أن اللبنانيين يهملون الإمساك بالمبادرة بحجة العجز. ولكن هذا اللقاء المتجدد والمثابر يذكرنا بأن مكرميه ينظمهم خيط واحد هو دأبهم على الغرس رغم سوء الأحوال الجوية، والزرع رغم ملوحة التربة، والصدق في أرض يغزوها النفاق، والتفاؤل ضد نعيم البوم. ترى ألا تجمع هؤلاء صلة نسب وحسب بإرادتي وروحي وعنادي لياس الهراوي؟ ألا إن أرفع الوطنية أن تنقض على العمل حين ينفض اليائسون. أحيي فرح العطاء وأحيي أم هذا الفرح. كبير بين اللزة والفرح، اللزة عابرة مثل الموجة، أما الفرح فهو بحر. والفرح الحقيقي بيجي من الإيمان المطلق، إيمان المطلق بالله من خلال علاقتنا العمودية فيه، وخلال المطلق بالله من خلال الإنسان بعلاقتنا الأفقية. فاللي حابب أقوله اليوم إنه هالإيمان هيدا ما بيكمل إلا من خلال المحبة. وكلمة إنسان أكتر كلمة بتعرف تفسرها هي كلمة إنسان بحد ذاتها باللغة العربية،
لأنه إنس وإنس بيساوي إنسان. أول إنس ترابي، أول إنس هو ترابي وعنده حاجاته ونيالها اللي بيقدر يسد حاجاته من خلال قوانين الطبيعة وسلطة الخير. وتاني إنس يلي هو روح عنده حاجة واحدة هي المحبة، والمحبة ما بتقدر تكمل إلا بالعطاء. لذلك يا ملحم ورفاقك، أنتوا عم بتفرحونا من خلال العطاء. أنا مش جاي هون لأقول عن إنجازاتكم، إنجازاتكم بتحكي عنكم، والدليل على ذلك سيد الأولى الدائمة عم بتكرمكم اليوم. ولكن أنا جاي أقول هواجسي أنا وياكم على العائلة من خلال بعض الأوزان والأوافي اللي لملمتهم، وبيقولوا خيف تخلص الدنيا ونحن بعدنا نايمين على تخت الطائفية ومنتغطى بالدين. خيف تخلص الدنيا غرقانين ببحر الكذب، منعلن ولاء الوطن ونحن ولائنا للحزب. خيف تخلص الدنيا ونحن بالاسم أحرار، تقسمنا لكتايب وعم ننجرف بالتيار، وحب الوطن ما اكتمل، والعمال بلا عمل، والكتل الوحدي كتل وعم نفتش على أمل، والتوحيد صفى وحدات والآخر ما منتقبل، والقوة صارت قوات وعم بيضيع المستقبل. خيف تخلص والظلم أخذ حقوقنا وما ردى، والناس لحد الزعيم ما تلاقي حدا حدا. يا شعوب النوم اشتراكي، طولت كتير النومي، يلا قومي كفاكي صارت بتحرز القومي. خيف تخلص الدنيا ما أعرف ليلي من نهاري، لعدوي من جاري ولا يميني ويساري. خيف تخلص الدنيا ويا وطني منستحي فيك، انسألوني انت مين بقلون شيعي أو كاثوليك. سني درزي ماروني أرمني أو سرياني، أرثوذكسي بروتستانت علوي أو علماني، بعرف عن حالي بطايفة وبنسألن لبناني. خيف تخلص الدنيا نحن بعد مش فاهمين إنه الإنسان إنسان بغض النظر هو مين. ما حدا نقى شكله ولا حدا نقى مينه ولا طيفته ولا دينه، وعشو بعدنا مختلفين مقصمين مشرزمين وتحت عيون الشمتنين منتدبح باسم الدين. خايف تخلص الدنيا ووطني الصغير تعبان من ولاده المقصومين مع فلان وفليتان، وبسمع صوتك يا جدي عم بوشوشني بحنان، يمكن تخلص الدنيا وما بتخلص قصة لبنان. ومثل ما قال لي جدي بهيك القصة من زمان، يمكن تخلص الدنيا لكن ما بيخلص لبنان. وفعلا بوجودكم يا ملحم ويا فرح العطاء ما رح يخلص لبنان، انتو الخميرة الطيبة رح تخلوا هالأرض تدور دورتها الطبيعية. شكرا كثير. شكرا. هلا بدكم تعذروني، انا لاني بليغ قد معالي الوزير ولاني شاعر مثل استاذ جورج، فرح احكي ببساطة قررنا خبركم خبرية لأنه عنا قصة حلوة. رح جرب اختصرها، 33 سنة صار عمرها هالقصة، رح نجرب نختصر لكم إياها بأسرع وقت ممكن. جمعيتنا بلشت من بعد حرب أهلية مدوية، كلنا منعرف قدي كانت صعبة على كل اللبنانيين، بس في وقتها شباب لبنانيين جمعوا بعضهم ورفضوا الواقع اللي هن عايشين فيه، ورفضوا انه بيروت تتقسم لمناطق وتسمى وتتشرزم، وانه يبطلوا يقدروا يشوفوا بعضهم بحجة متريس واحزاب واشياء جديدة ما كانوا سامعين فيها من قبل. هودي المجانين خليني اسميهم، ما كان عندهم امكانيات تخليهم يعملوا شيء كبير، بس كان عندهم امكانيات يعملوا مخيمات او مخيم لأولاد من كل بيروت ومن كل لبنان. وبوقتها الفكرة كان فيها جنون، مين كان بيبعت أولاده على مخيمات إسلام ومسيحية ومن كل المناطق، وبوقتها كان القتل ماشي على الهوية. بس في كم أم وبي مؤمنين بلبنان الرسالة بعتوا أولادهم، وفي كم أم من تاني ميلة حضروا أكل وساندويشات وجاتويات، وبالتي هي أحسن صارت هالمخيمات. هالمخيمات كبرت، هالمخيمات انتشرت بلبنان، هالمخيمات وصلت لمطرح استضاف مخيم واحد بعمر المختار 1100 ولد.
هودي ال 1100 ولد مش مهم عددهم، ما بدي اخبركم قد ايه صعب توعون وتطعمون وتنيمون، بس هودي ال 1100 ولد برموا لبنان. هودي ال 1100 ولد برموا تيقولوا انه اولاد لبنان ما لهم دعوه بالحرب، انه اولاد لبنان رافضين الحرب، انه اولاد لبنان بدهم يعيشوا مع بعضهم، انه اولاد لبنان بدهم يعملوا النشيد الوطني مع بعضهم. هيك بلشت القصه. من بعد ما صار عندنا 1100 ولد صار لازم يصير عندنا مكان ومركز للجمعيه، صار لازم نتنظم، صار لازم ندعي متطوعين من كل لبنان، صار لازم نكبر. رح خبركم عن كل شيء بتعمله فرح العطاء، ما فيي خبركم عفوا عن كل شيء بتعمله فرح العطاء، انما نقينا اربع او خمس مواضيع نحكي عنهم. عن كل موضوع رح يطلع شاب من وصبية من جمعيتنا يخبروكن عن تجربته الشخصية بهذا الموضوع أحسن ما أنا كتر حكي عليكم. بالتالي رح تبلش قصتنا مع مخيمات فرح العطاء. لازم نعرف أنه مخيمات فرح العطاء صار لها أكثر من 33 سنة، كل سنة عنا أكثر من 10 مخيمات بيستضيفوا أولاد من كل لبنان بعيدا عن أي تمييز طائفي عنصري مناطق ديني. لازم نعرف انه هودي المخيمات مجانية لكل اولاد لبنان. لازم نعرف انه في اولاد جاية من مناطق كتير صعبة مثل باب التباني وجبل محسن، مثل سعد نايل وتعلبية الى اخره. عنا كان اولاد من الاحداث، فتيات معنفات والى اخره. بقى هودي الاولاد هن رجل لبنان، هودي نحن ايماننا انه هن اللي بدهم يغيروا لبنان، من هيك عم نشتغل عليهم. قصص حلوة كتير رح يخبركم كم خبرية وتجربته الشخصية عن هالموضوع زميلي نادر خريس. تفضل نادر. مساء الخير للحضور، أنا نادر خريس. مرسي مارك، مرسي لكل الحضور أنكم جيتوا وتشاركونا على هذا الاحتفال. أنا كنت شاب مثل أي شاب بلبنان، عايش طبيعي. لفترة هيك إجاني بريق أمل، شفت أنا وصغير شو كانت تعمل فرح العطاء، فحبيت شارك وانضميت لها. بعمر كنت كتير صغير وانشأت بفرح العطاء وصرت ابن لهالجمعية. أنا ما رح طول عليكم كتير، أنا حابب أخبركم بس قصة من كتير قصص حلوة تمروا معنا بفرح العطاء. قصة هي عن ضيعتين جيران متلاصقين مع بعض كتير حلوين وبسطة، ومعروفين أهلهم قديش حلوين ومتعايشين مع بعض. فدخلت بيناتهم مشاكل. الضيعة من ضيعة اسمها تعلبية، هي بيغلب عليها الطابع الشيعي. الضيعة الثانية هي ضيعة اسمها سعد نايل، هي ضيعة سنية. صار في مشاكل بيناتهم من خلال الأحزاب اللي كانت موجودة بالمنطقة. صاروا جماعة يقوصوا على بعض. فنحن كشباب ما ممكن نكون قاعدين عاجزين ونشوف هذا المشهد البشع قدامنا وانه هذا عم يصير بلبنان وما نتحرك. فقررنا نحن مجموعة شباب نعمل مخيم مثل العادة للولاد، لنجمع فيه ولاد الضيعتين. جبنا الولاد على مركز، هو مركز فرح العطاء بكفيفين. ما تتخيلوا كيف كانت اول يوم لما اجوا الولاد عم ينجمعوا مع بعض. الولد اللي من سعد نايل كان يرفض رفض قاطع انه يقعد مع ولد بتاع البايا، لكن من خلال الانشطه اللي عملنا لهم اياها، من خلال الالعاب، من خلال كثير امور عملناها بالمخيم، صاروا هذا الولد ابن سعد نايل يقعد مع الولد اللي من تاع البايا. شوي شوي صاروا يحبوا بعض، يلعبوا مع بعض اكثر، يشاركوا بعض، لحتى وصلوا انه صاروا ياكلوا من نفس الصحن مع بعض. صرنا لآخر أيام المخيم، طلعنا على ضيعة تعلبية. جمعنا كل الأهل من تعلبية وسعد نايل بالضيعة تعلبية. ما تشوفوا الأولاد هنيك قديش كانوا فرحانين، كيف هو الولد قدر من خلاله جمعنا الأهل سعد نايل وتعلبية مع بعض. تلاقي الأولاد عم تبكي ما بدها تترك بعضها. بس بدي سمي شغلي، ولد
اسمه خالد من سعد نايل. للأسف كانوا أهله عم يقوصوا على أهل اسمه علي من تعلبية، وكمان نفس الشيء علي كانوا عم يقوصوا أهله عم يقوصوا على أهل من سعد نايل. ما تتخيلوا خالد كيف كان عم يلقطوا لعلي بده ياخذوا لعنده على البيت. وبالفعل ولاد سعد نايل أخذوا ولاد تعلبية ناموا عندهم، وتاني يوم ولاد تعلبية أخذوا ولاد سعد نايل وناموا عندهم. من خلال محبة هدول الولاد قدرنا نوصل على قلب الأهل، وصلنا قدرنا نوصل على قلوب الناس والأهل، وقدرنا نصالحهم مع بعض وعيشناهم مبادئ الجمعية تعيتنا اللي هي المحبة والتسامح والاحترام. ولهلأ الحمد لله بعد ما صار شيء بين الضياطين هدول، نحنا من خلال نحنا إيماننا بلبنان، إيماننا بالعيش المشترك، قدرنا على مر السنين نجمع الألاف من العائلات تحت مبادئ جمعيتنا هي محبة التسامح والاحترام، لعيشوا تحت سقف واحد ويكون راية العلم اللبناني هي الراية الوحيدة بلبنان. شكرا. مرسي نادر. أنا بتذكر مخيمات فرح العطاء كتير منيح، لأني كنت ولد بشارك بالمخيمات وقتها كان عمري 7 سنين. من وقتها لهلأ عملت كتير مخيمات ونشاطات، بقدر يعني أقول لكم أنه هيدا أحلى ذكريات حياتي، والأصدقاء اللي عملتهم بعضهم أصدقائي لليوم إن شاء الله لمدى العمر. من المخيمات اللي عطينا بس هيك نموذج عنها، انتقلت فرح العطاء لقصة كتير كبيرة اللي هي ورش العمل. كيف فتنا برش العمل وبتسمعوا دايما انه نحن منعمر ومنطرش ومندهن ومنصب بطون، هي قصة فعلا صارت من ورا المخيمات. وقت ولد من الاولاد باخر المخيم، خلص المخيم وما اجوا اهله اخدوه، بقى عندنا ولد اهله ما اخدوه. وقت سألناه وين بيتك، قالنا بباب التبانة. قالوا اذا اخذناك بالسيارة بتعرف توصلنا على البيت؟ قال ايه. بالفعل حطيناه بالسيارة ووصلناه على باب التبانة، ونحن مركزنا بكفيفان، كفيفان هي ضيعة بالبترون، بالتالي طرابلس ما كانت بعيدة عنا. وصلناه على التبانة والمنظر اللي شفناه ما كنا قادرين نشوفه بدون ما نتصرف. وصلناه على بيته بقلب باب التبانة بحي اسمه بعل الدراويش، اللي هو مصنف من الأمم المتحدة بمنطقة مصنفة بما أنها الأفقر في الشرق الأوسط. بيته لهذا الولد كان عبارة عن تنكة، عن 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 سقف توتيا بيقولوا له، اللي هو نوع من التنك اللي عايش فيه أكثر من 12 أو 15 شخص. إذا بتشوفوا كيف طلعوا الأهل استقبلونا وأصروا أنه ناكل عندهم ويستقبلونا، وكيف كنا عم نطلع بالشارع وكأنه نحن مش بلبنان أو ما بنعرف هيدا الطرف من لبنان، وكأنه نحن ببلد يعني أول مرة منزوره. فترجعنا على مركزنا ما كنا قادرين ننام. فترجعنا على مركزنا فهمنا أنه ما فينا نوصل هذا الولد على البيت ونفل نكفي حياتنا. بالتالي هيدا كانت بداية لورش عمل فرح العطاء اللي طالت ورح نحكي عنها كتير. بس بالأول رح نحكي عن باب التبانة، لأنه قعدنا فيها على فترة 10 سنوات نرمم المنطقة ونبني أماكن عامة ومساحات خضراء وملاعب رياضية ونحسن بنايات وشوارع بكاملها بقدرتنا، لنحن جمعية ما تنسوا نحن مش الدولة، ولكن أمام هالفقر المدوي وهالإهمال المطلق والغير مقبول وكرامة الإنسان اللي كانت على المحك انجبرنا نتصرف. بالتالي كمان رح نسمع قصة من احدى المتطوعات تبعنا اللي قضت فترة طويلة كتير هونيك وعندها خبرتها وخبرياتها تخبركن ياهن. بس لازم تعرفوا انه شباب من كل لبنان حطوا ايدهم بهذا المشروع وتعرفوا على باب التبانة وعلى بعل الدراويش وعلى جبل محسن وعلى اهل الطيبين. جانين ايوب رح تخبركن اكتر عن هذا الموضوع. تفضلي جانين. عشت كل حياتي ببيروت بس أصلي من الجنوب، وهلأ صار عندي عائلة كتير كبيرة بباب التبانة وجبل محسن. أنا اشتغلت فوق لمدة سنة متواصلة يومياً
من 7 سنين. وصلنا لفوق من بعد كذا ورشة كانوا صاروا بالمنطقة، كان في من بعد معركة رممنا فوق 30 بناية، ملعب فوتبول، ملعب للأولاد، أكيد الدرج اللي كان يفصل بين المنطقتين واللي هلأ صار بيجمع بين المنطقتين إن شاء الله. وبعدين فتحنا مركز صغير على الدرج ليقدروا أولاد التباني يطلعوا لي، أولاد الجبل يطلعوا لي، كل واحد من مدخل بس كانوا يجتمعوا جوا. ونحن يعني بهالـ7 سنين بهالسنة اللي كنت فوق عشت يمكن من أقوى مغامرات عيشتهم بحياتي. وما بعرف من وين بدي بلش خبركن عن التجربة اللي عشتها، فرح خبركن شوي. إذا بدي أقولكن أنا بعرف 500 ولد بالاسم وبعرف أخبارهم وفتت على بيوتهم وبعرف أهلهم، بس راح أخبركم عن 5 أولاد. أول واحد اسمه طه. طه وقت اللي وصلنا تنعمل الورشة هو إجا وقال لي بده يشتغل، كان عمره 7 سنين. فأنا سلمت ورقة وقلم وصار هو المساعد الشخصي لإلي، بيمشي حدي وبيساعدني لحتى نظم أمور الورشة. راح أحكي كمان عن محمد وعلي. من بعد كل معركة كانت تصير كنا نحن ننجبر ما نطلع ليومين ثلاثة نرجع نطلع. محمد وعلي يخبروني انه هني وقت المعركة كانوا يطلوا راسهم، محمد من التباني وعلي من جبل محسن، ويقولوا باي لبعضهم ويتطمنوا عن بعض. بعدين في حسين. حسين شارك بكذا مخيم مع فرح العطاء، ووقت اللي جينا كان هو صار قائد صغير، فهو يعمل لي خطة كيف توقف المعارك، يلي هي كانت انه اولاد التباني بيناموا بجبل محسن، اولاد جبل محسن بيناموا بالتباني، هيك المقاتلين ما حيحاربوا لانه اولادهم نايمين من تاني مال. واخر شيء في حسين، واخر شيء في عبودي. عبودي عم خبركن عنه لانه عبودي هلا عم يدرس نيرس وبده يشتغل، فأنا بالنسبة لإلي هو زمط، وياريت كل ولاد التبين وجبل محسن بيزمطوا وزمطوا. مرسي جانين. ذكرتني بقصة جانين إنه بآخر هذا الشارع في مدرسة رسمية رممتها فرح العطاء. الولاد بباب التبين بيتركوا المدرسة بعمر 10 سنوات تيشتغلوا ببدل أسبوعي يقارب 10,000 ليرة. هيدا المدرسة اليوم لما ترممت صاروا أولاد باب التباني وجبل محسن يروحوا على المدرسة ويتخرجوا من البروفي ومن الترمينال ويصير عندهم آفاق يمكن يتمسكوا فيها تيغيروا الواقع اللي هن فيه، ويمكن هيدا شيء لازم يعني يرجع يتكرر ويتكاتر بهيدا المنطقة لأنه هيدا الحل الوحيد تنقدر نغير واقع. بهيدا الفترة اللي عم تحكيكم عنها جانين كان في ورشة عمل هائلة عم بتصير، كان في سألات على كل البنايات، كان في ناس عم تجبل البطون، مع انه ما كان معنا اجار حق جبالة كنا نجبل عايدنا، المهندسين بيعرفوا عن شو عم بحكي. كان في ناس عم تطرش، ناس عم تجبل، ناس عم بتبلط، ناس نجارين، ناس، بالتالي اكتسبنا خبرة العمار اللي هو ولا واحد منا قال له دخل فيها، بس اكتسبناها مع الوقت، صرنا نتعلم شوف كيف بيحسبوا، شو بيعملوا، من وين بيجيبوا الغراض، كيف بيلكبوا، كيف هيدا، وصار عندنا هالخبرة. بذات الوقت كان عندنا نشاط اسمه كنزة السجين، وين منلم من كل جامعات ومدارس لبنان كنزات، ومنطلب من التلاميذ بنهار واحد يبرموا على كل سجون لبنان ويفوتوا يسلموا هالغراض للمساجين بقلب غرفة السجن تبعهم. عم خبركم عن هالشيء لأن هلا رح انتقل لموضوع السجون. وقت رحنا عملنا هالمشروع ووزعنا الكنزات فتنا على السجون. أنا أكيد إنه إذا حيلا واحد بيناتنا بفوت على هيدي السجون بيستحي من هيدا الواقع بلبنان. أوض النوم تبعكم يا جماعة بالسجن بحطوا فيها 40 شخص. 20 واقف و20 نايم، وثلاثة الصبح ببدلوا. سجون بلبنان يا جماعة ما فيها هواء،
ما فيها شباك، ما فيها ضوء، فيها حمام واحد للكل، فيها أمراض، فيها أوبئة، فيها حشرات. ما تواخذوني عم بحكي بهالطريقة، بس هذا الواقع. دوستويفسكي بيقول إذا بدكم تعرفوا واجهة بلد بتروحوا على سجونه، وما بعتقد هيدا واجهة بلدنا. كمان هيدا الواقع المر الأليم جبرنا أنه ما فينا نروح نوزع كنزات نتفرج ونكفي حياتنا وكأن شيئا لم يكن. لذلك من أصل 19 سجن غير مركزي قررت فرح العطاء تبلش ورشة الترميم. في 3 سجون مركزية كبار كتير علينا، هودي ما فينا عليهم، بس قررنا نبلش باللي فينا عليه. بالتالي واحد ورا التاني رممنا 7 سجون. وقت أقول رممنا يعني عم بحكي عن 3 أشهر شباب فرح العطاء عم يشتغلوا من 7 الصبح ل 12 بالليل بالعرق بالشوب بالفطيس بكونديسيون دو ترافاي كتير صعبين ببادجت قليل كتير، وبينتقل الحبس من حبس مزري من اللي خبرتكم عنه لحبس من أعلى الستاندار والمستويات المطلوبة. لازم نعرف انه السجين قبل كل شيء هو انسان، والقانون بلبنان بيحفظ له حقه، بس يا ريت بيطبق. للاسف مش دائما لازم نخبر الاشياء الحلوه، بس من بعد ما خلص شغلنا ومن بعد ما قطع هالوقت رجعوا السجون حتى اللي نحن رممناهن عم ينتزعوا لانه ما تمت الصيانه مثل ما لازم يكون. هيدا مش بس هدر لطاقاتنا، هيدا مش بس هدر لشباب لبنان، هذا قلة احترام لحقوق الإنسان ولا السجين بلبنان. هذا بس اللي قلته كرمال تحدى إذا سألني ليش مش 19 ليش بس 7. على كل حال، أيضا مثل السجون مؤسسات تابعة للدولة في كتير، مثل المدارس الرسمية. فرح العطاء رممت لحديت اليوم 21 مدرسة رسمية. أنا بذكر واحدة منهم بضيعة اسمها تلبيرة بعكار، عفوا تلبيبة، هن ضيعتين تلبيبة وتلبيرة. بتلبيبة في مدرسة رسمية، تخيلوا معي انه فيها صف واحد، اي غرفة واحدة من الويتيام للسانكيام، فيها فرد استاذ بعلم كل شيء. يمكن مضحك الموضوع بس ايضا مبكي. شو بدنا نتوقع من اولاد هيدي المنطقة؟ كيف بدنا ياهن يعمروا حياتهم؟ كيف بدنا ياهن ما يروحوا على الطرقات ويلتجوا للسرقة والمخدرات والسلاح؟ هيدي المدرسة ما كان فيها حمامات، وقتا بدو يروح الولد على الحمام بدو يطلع على الطبيعة. هيدي الأوضة ما كان فيها غرفة أساتذة، على كل حال الأساتذة ما كانوا كتار. من بعد هيدي الورشة صار في كل صف عنده أوضة وأستاذ، وتحسنت نسبة النجاح بالمنطقة. هيدا هو التغيير اللي بدنا اياه بالبلد. هيدا التغيير بيجي من سواعد شباب وصبايا ومتطوعين. هيدا التغيير بيجي من اشخاص دعمونا تقدرنا عملنا هيك مشروع. هيدا التغيير اجا لا من وراء الدولة ولا من وراء الاحزاب ولا من وراء القوى الكبيرة. هيدا الشباب، هيدا التغيير اجا من وراء همة شباب لبنان. بقى ان شاء الله الله يعطينا الهمة نقدر نكفي هودي المشاريع، لأنه في حل من اثنين، كان فينا ما نعملهم كلهم ونحضر تلفزيون ونشكي من وضع البلد ونقول لك هالبلد ما رح يزبط ب 100 سنة، شو بدنا نعمل تنعمل ونحن مين تنقدر نعمل؟ لا يا جماعة، نحن بنعمل وعملنا، نحن بنعرف إنه فينا نعمل. طولت الحكي عليكم، بس رح انتقل لنشاط جديد صارت تعمله فرح العطاء. بتعرفوا بلبنان في كثير مصاري، فعندنا كثير شغل نعمله. بالتالي كمان ايضا خبرات ورا خبرات صرنا معلمين بالاخر بموضوع العمار. اللي بقدر انكم اياه انه كنا صرنا خلص معتمدين، وكانه عندما تحل مصيبه في مشكله فرح العطاء بنحكيها. وبمساعده الجامعه اليسوعيه اللي استضافتنا انه نعمل مركز كثير كبير، أولاً بقدم وجبات طعام يومياً،
وثانيا بقدم مثل علب فيها أكل وأدوية وحاجات ضرورية كانت عم تتوزع بالضاحية الجنوبية بذات الوقت تبع القصف الإسرائيلي. هذا أولا. ثانيا كنا عم نحضر حالنا، عم نجمع شباب من كل لبنان، عم نجمع إعاشات من كل لبنان، لأنه الوضع بالجنوب كان أنتوا بتعرفوا قد كان صعب. رحنا على الجنوب، كنا أول مؤسسة أو منظمة بلبنان بتدعس بالجنوب من وق- من وق- من بعد وقف إطلاق النار. شفنا ضياع مهدمة، ضياع، مش عم بحكي عن بناية أو شارع. شفنا ناس متروكين، شفنا أموات، شفنا جثث، شفنا ناس مجروحة. كان وضع مزرع، كان بلدنا موجوع، كان كل شيء بدهن الناس بالجنوب تعرفوا شو هو؟ حدا واقف حدهم، حدا يغمرهم، حدا يقول لهم انتو مش لحالكم، ما تعطلوا هم، سوا رح نتخطى هيدا المحلة. لك لو ما عمرنا شيء، لو ما عملنا شيء، لو رحنا كزدورة بالسيارة قلنا لهم انه نحن حدكم وشاعرين معكم كان كافي. بس نحن قدرنا نعمل شوي اكتر من هيك، وقدرنا نرمم كم ضيعة، قدرنا نرمم بيوت مهدمة، قدرنا نرمم مدارس رسمية. بس مش انا رح خبركم لانه طولت عليكم، معي زميلي جلال خسين عايش هيدا الفترة يمكن احسن مني وعنده خبرية يخبركم اياها. تفضل جلال. للحقيقة انا ضروري احكي قبل ما احكي عن 2006، بدي احكي شوي عن 2005، هو تاريخ انضمامي لجمعية فرح العطاء. عام 2005 كنت عم عاني يمكن مثل آلاف الشباب على مدى سنوات بلبنان، حالي من الإرهاق، من الخيبة، من الانكسار، إحباط عام، خاصة وقت ما بتكون عم تشوف حجم الهجمة على المشروع الحلم اللي انت بتحبه لبنان، مثله مثل أي بلد بالدنيا، مزدهر بتعمه المحبة بعمه الخير. لبنان الديمقراطي اللطائفة، لبنان المساواة بين كل أبنائه، لبنان المحبة والتنوع. وقت بتشوف حجم الخيبات اللي بتخلي أي شاب لبناني يكون أمام حلين، أي شاب فعلا صادق مع حاله، يا أما بده يفل وما يرجع، يا أما بده يصير عنده هيدا الانكسار والانكفاء المميت. في أصعب أنك تقتل طموح وحلم عند شاب، بيقولوا بتقتل روح بس أنه بيخلص، بس أنك تقتل له روحه وحلمه يعني قتلته لكل العمر الباقي. هيدا حقيقة اللي كان ظرفي بهداك الوقت. كنت بس شايف مؤسسة عامة، مؤسسة الخيبات العامة كنت تسميها، عبارة عن منظومة متكاملة من الفساد، المحسوبيات، الاستغلال، الإذلال، الإفقار والطائفية. منظومة شغالة بكل المطارح وبكل النواحي، هدفها بس قتل الروح بالشباب. تعرفت على فرح العطاء بهداك الوقت، وخليني أنا بقول مثل ما بيقولوا بيطعموا للولد الصغير، بيعطوه هيدا الطعم ليقدر يصمد أو ليقدر يواجه الأمراض. هيدا اللي صار معي بوقتها مع فرح العطاء. أخذ الطعم، منا إبري كانت إذا منا إبري كانت عبارة عن حالة عامة من التفكير إنه كيف فينا نرجع نعمل شيء، كيف فينا نرجع نكون حلم وأمل. وانطلقت مع فرح العطاء مثل شباب كتار، وإلا ما كنا منهم، يعني كانت عم تحكي جنين، ما كنا شفنا جنين مترست لأنه كان بدها متراس بين جبل محسن وباب التباني. منهم هول الشباب، ست شباب بالألفين وستة قرروا بعد ما كانت فرح العطاء فتحت ورشتها لكل الناس النازحة بمدارس وجامعات بيروت، وأمنت لهم بقدر الإمكان مسكن لائق وطبق يومي سخن لائق ومعدات تخليها تحس حالها انها ببيتها. تاني يوم مباشرة بعد ما خلص العدوان، ست شباب وللصدفة المحض كانوا من كل لبنان، من البقاع، مغنى، من الشمال كمال وكارلوس، من كسروان منال، من بترون نادين، ومن جنوب انا ونادر. الصدفة كانت انه نحن من كل لبنان، يمكن لانه هيدا الوجه الحقيقي لجمعيتنا بدون اي استقصاد لهيدا الموضوع. انطلقنا على الجنوب تاني يوم حاملين مثل ما قال مارك كيف نقدر نقدم شيء، اي شيء، لانه الجنوب كان بوقتها بحاجه لكل شيء، كان بحاجه لجنوب.
وكثير ناس كانت عم تحكي وكثير ناس كانت عم تبذل جهد، بس كان فعلا الفعل لازم له فعل على الارض. وصلنا على الجنوب وطلعنا حوالينا منين بدنا نبلش، مدن قرى بامكاناتنا انطلقنا على ضيع نقدر نحملها. رحنا على العباسية، بنينا بالعباسية مش رممنا، بنينا بيوت من الصفر بالعباسية. هاي الجمعية بنت أكثر من 17 بيت بهاي الضيعة، بنينا بيوت بسردة بمنطقة مرج عيون، رممنا كامل بيوت ضيعة اسمها الأوزح مع دور العبادة اللي فيها، رممنا مدارس. وهون بحب شارككم بمفصل بهذا الموضوع، مدرسة حولة طبعا اشتغلنا بماس، اشتغلنا بكفر شوبة. بمدرسة حولة تحديدا كان الوضع بأنه هاي المدرسة ما بتقدر تبلش عام الدراسة بالوقت المناسب، لأنه المدرسة ما بيقدر الترميم لا يخلص بوقته، وكان القرار بأنه طلاب هيدي المدرسة بدهم يتوزعوا على الضيعة كلها المحيطة بالمنطقة. يعني ظرف صعب لأهل هاي الضيعة، للجنوبيين بشكل عام. وصلنا الليل بالنهار لنرمم هيدي المدرسة، وفعلا أنجزناها قبل بدء العام الدراسي وسلمناها لناسها ولأهلها ليقدروا ينطلقوا بعام دراسي لائق وكما يجب. أنا ما رح طول كتير عم بحكي هيدا الحكي لأقول أنه تعلمنا بهيدي الجمعية أنه إرادة البناء والتطوير والوجه الحقيقي للبنان ما بده كتير لجان، ما بده موازنات ضخمة، ما بده كتير تنظير، بده ناس فعلا بس تكون مؤمنة بلبنان ومصالحه، مش مؤمنة بالطائفة الفلانية ومصالحها وبالمذهب الفلاني ومصالحه، وهات لنشد كيف لهي الطائفة ولنوظف لهي الطائفة ولنظبط أمور هيدي الطائفة هيك منكسب. لا، هيك الطائفة بتكسب بس لبنان عم يخسر، وفعلا في جريمة عم ترتكب بحق اللبنانيين كلهم بهيدا الموضوع. عشان هيك عم قول يا ريت بيكون المؤمنين بلبنان كتار ما بيكونوا قلال، لأنه للحقيقة نحن ما عم نشوف إلا مؤمنين قلال بهيدا الموضوع. وشكرا لكم. كفينا اللي نحن معودين عليه، كفينا نشاطاتنا، كفينا مخيماتنا، كفينا مورشنا. بالحقيقة أنا غير أنواع نشاطات مثل 13 نيسان ذكرى الحرب الأهلية، مثل عيد الاستقلال، حتى وقت التغى عيد الاستقلال مرة بلبنان نحن أصر مرتين نحن أصرينا نعمله، ووقت عملناه كانت المفاجأة الكبرى لقلنا إنه الجيش اللبناني اختار إنه يمشي معنا بالمسيرة. ممنوع يلتغى عيد الاستقلال يا جماعة. بالتالي من وقتها كفينا بنشاطاتنا لحديت واحدة من محطاتنا المهمة سنة 2012. للأسف صار فيه كنا مثل ما بنعرف انفجار اللي طال اللواء الحسن بشارع إبراهيم المنذر بالأشرفية. كنا قبل بليلة رممنا سجن علي، كان مفروض الافتتاح يكون هيدا النهار، طلع الانفجار. طبيعة الحال لغينا المهرجان والافتتاح ورحنا على الأشرفية تنشوف شو بدنا نعمل. عم تشوفوا الصور وتخيلوا انه نحن كنا 5-6 اشخاص واقفين امام شارع مهدم مدمر. شو معقول نقدر نعمل نحن امام هذا الواقع؟ وعدكونوا مفكرين يعني انه نحن جيش 10,000 شخص ومعنا ملايين الدولارات. نحن شباب لما نقرر نعمل شيء بنقدر نعمله، بس قدراتنا كتير محدودة. بالتالي امام هيدا الواقع كان لازم نعمل شيء. بلشنا بس نساعد اهالي المنطقة يلموا اغراضهم من بيوتهم، نفوت معهم نعلب لهم اغراضهم ونظهر، لانه كان كتير صعب انه ينفات على المنطقة بالوضع الامن اللي فيها. القصة طويلة تبع شارع إبراهيم المنذر، رح أختصر شوي منها وقلكن إنه لما أطلقنا النداء لشباب لبنان إنه تعوا حطوا إيدكن معنا تنعمل هيدا المشروع، شباب لبنان استجاب. 1600 متطوع من كل لبنان شارك بهيدا المشروع. هيدا أكبر مشروع تطوعي بلبنان ويمكن بالشرق. 1600 شاب ما قالون دخلة، 3/4 بالأشرفية. مؤسسات الصدر كانوا يجوا كل يوم
من صور ساعتين روحة ساعتين رجعة تيقولوا لأهالي الأشرفية أنه نحن معكم وما تعتلوا هم، وهذا الشيء الوحيد اللي كان بدهم يسمعوا. صدقوني لازم نعرف أنه المقاصد حملت حالها واجت وملت شارع إبراهيم المنذر. لازم نعرف أنه ناس من عقار ما في يسميهم كلهم كثير كتار صدقوني. لازم نعرف أنه أكثر من 40 مطعم ببيروت قدم الطعام ل 200-300 شخص كل يوم على فترة 3 أشهر ما اشترينا ساندويش. لازم نعرف أنه البضاعة اللي اشتغلنا فيها كلها تقدمت. لازم نعرف أنه هذا المشروع تنفذ ب 3 أشهر بما لا يتخطى ال 500,000 دولار، لما مستشار الدولة اللبنانية قال أنه بكلف أكثر من 12 مليون وأكثر من سنة شغل. على كل حال قد ما قدر يقدر ما كان قادر يعمل حدا هيدا الشغل. يا جماعة هيدا الشغل أخذ 3 أشهر، وعدنا العالم ترجع على عيد الميلاد على بيتها وبهمة الشباب هيدا اللي صار. اليوم بقدر أقلكن إنه شباب لبنان مفخرة. بقدر أقلكن إنه إذا لبنان بده يتغير هو من خلال شبابه، ولا حدا يفكر غير هيك. نحن بنعرف. انا ما جاي اخبركم خبريه وما جاي انظر عليكم، ارجوكم ما تفهموني غلط، بس انا اشتغلت بايدي وعرقت مثلي مثل زملائي كلهم، ونحن بنعرف شو كله بيصير وقتها تعرق بتنفذ. وهذا اللي بنعرف نعمله، بنعرف نعرق وننفذ، بس اسمحوا لنا انه نشتغل. تسلمي. عن مشروع الأشرفية فينا نحكي ساعات طويلة، حتى الأمم المتحدة اعتمدت هذا المشروع تتشوف إذا بيتنفذ بغير بلدان. ما رح أحكي عنه أكثر، بس رح أدعي أحد سكان الحي اللي كان بيته بالبناية اللي طلع حدا الانفجار تماما واللي كانت مهددة إنه يهدموا البناية. ننسي الكلام لأليك، تفضلي. الجمعة 19 كان ابني ساخن بالتخت بقوة إلهية، وعي وصمم أنه يروح من البيت، وحسيت أنه الله اشتغل بالموضوع. وبنفس الوقت عرفنا أنه وقفوا إشارات السير على ساحة ساسين، وهذا الشيء أدى أنه يوقفوا باصات المدرسة ما يوصلوا، وربنا سمح أنه نتفادى أوتوبيسات وأوتوكارات كان فيها أولاد صغار. وعرفنا انه البناية مش رح تتعمر والشارع مش رح يرجع، وفجأة لقينا حدنا استاذ ملحم خلف وجمعية فرح العطاء والمتطوعين اشتغلوا ليل ونهار صبح وعشية باستمرار وما تركونا، وبيحبوا فرح غمرونا ووقفوا حدنا، وليلة عيد الميلاد رجعنا كلنا عبيوتنا، وهيدا كانت الهدية بفرح. هلا رح ادعي عبد الله عبيد احد زملائي كمان اللي كان عايش هذا المشروع تيخبرنا عن تجربته. تفضل عبد الله. مشروع الأشرفية كان مشروع مثل ما قال مارك كثير كبير، اخذ معنا 3 أشهر. بالأشرفية بتذكر اول نهار وصلنا قرب علي زلمه ختيار وسالني شو عم تعملوا هون؟ قلت له جايين نساعد العالم اللي تهدمت بيوتها. قال لي انتو مين؟ قلت له نحن شباب تجمعنا من جمعية اسمها فرح العطاء. قال لي ايه ماشي، فرح العطاء تابع على مين؟ قلنا له نحن منا جماعة حدا. قال لي انت موظف؟ حكيك من الشمال، موظف انت بالجمعية؟ قلت له لا نحن متطوعين بالجمعية. قال لي متطوعين وبدكم تضبطوا الشارع؟ ما رح تقدروا تعملوا شيء. قلت له رح نعمل كل شيء ورح نغير كل شيء. الحديث اللي صار مع هيدا الزلمة بالنسبة لي كان دافع اني اقدر كفي هول 3 أشهر ونقدر نرد الشارع احلى مما كان. وعدنا اهل البنايات نسلمهم البيوت قبل عيد الميلاد وفينا بوعدنا، مع انه كان كتير مؤسسات من الدولة اجت وقالت شي قال بده سنة ونص، شي قال بده سنة و8 أشهر، قدروا قيمته بملايين الدولارات، قدرنا نخلصه
بتكافل الشركات والمطاعم وشباب من كل لبنان قدرنا نخلصه بأقل وقت ممكن. وقت اللي كنا هيدا الحديث بذكر كتير منيح، وقت اللي كنا نحكي مع المهندسين يقولوا ولا ممكن يخلص، بس 1600 شاب قدروا يخلصوا. مرسي. مثل ما قلت لكم لبنان في كتير أكشن، في كتير مصايب. واحدة من المشاكل اللي قطع فيها البلد هي مشكلة النفايات، واللي بعدها على كل حال ما بعرف قد ايه هالمشكلة رح تكفي. بس بوقتها كان في عنا مشكلة انه كانت زبالة على الطرقات، ولما عم بتشتت الدنيا عم تتبعثر بالشوارع، مما كان عم بيؤدي الى انتشار الامراض والاوبئة. كان في حل بسيط مؤقت لكن انحلت مشكلة الزبالة. كان بس لازم نوضع النفايات بكيس، وهالكيس بقلب كيس تاني ونربطهم بشكل انه بصيروا بقلب اكياس مثل اللي عم تشوفون، وبتبطل النفايات تتبعثر بالشارع ومع المي تنجرف والاوباء تتفشى. هذا الشيء كان بيطلب انه نحن شباب وصبايا تلاميذ جامعات نلبس كفوف، نحط كمامات، نجيب رفوشة ونلم زبالة بإيدينا. إذا هيدا كان المطلوب تتنحل المشكلة كان به عملناها. اشتركنا مع بلديات تتعمل ذات الشيء هي، لأن نحن ما فينا نلم زبالة كل لبنان، بالتالي كل منطقة كان لازم تعمل كوبي بيست عن هذا المشروع. وهيك صار، وصار في بلديات عم بتشاركنا بالموضوع، صار في شباب فرح العطاء عم بينتشروا بالمناطق وحتى بسجن رومية حتى نعالج هذا الموضوع، لكن التقى أزمة لهذا الحل. هيدي القصة مع عنا قصة زبالة رح تشوفوا هلا نتج عنا قصة حلوة. رح أترك الكلام لبتول ومحمد دياب زملائي أيضا بالجمعية خبرونا باختصار لأنه طولنا عليكم عن هيدي التجربة. تفضلي بتول. J'ai toujours rêvé d'agir, sauf que entre rêve et action, il reste le pas à faire. Ce pas qui représente un monde à franchir quand vous êtes du mauvais côté. Je suis arrivée à un stade de mon existence où je me sentais tellement bloquée entre ce que je voulais faire et ce que j'étais en train de faire à ce moment-là, que je me sentais en équilibre sur un fil. Et c'est à ce moment précis qu'Offre Joie est rentrée dans ma vie. Je suis littéralement tombée sur un événement qu'ils étaient en train d'organiser à ce moment-là, donc en 2016, l'événement du ramassage d'ordures. Et sans y penser une seule seconde, je m'y suis inscrite. Et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'allais vivre le plus grand tournant de ma vie. Pourtant, l'environnement n'y prêtait pas. On allait aux poubelles. Donc, après Baabda, après Burj Hammoud, on a eu Roumié. Roumié, la prison de Roumié. On est arrivé sur place, on avait devant nous des montagnes d'ordures. Avec les ordures, on avait l'odeur qui était insupportable. Il fallait partir, respirer pour mieux revenir travailler. Pour ajouter un peu de piment, parce que sinon c'est trop facile, on avait les égouts qui venaient humidifier le tout. Donc quand nous on déplaçait les poubelles, on avait des gaz toxiques qui en sortaient. Et comme Marc l'a si bien décrit tout à l'heure, la prison, c'est invivable. Donc au-dessus des ordures, il y avait les chambres des prisonniers. Nous, on n'arrivait pas à tenir 10 minutes, comment eux, ils tenaient tout le temps. Mais malgré tout ça, il y avait un vrai travail, il y avait un objectif, il y avait une cause commune. On avait un vrai travail d'équipe. Et au final, les personnes avec qui j'ai travaillé ce jour-là, je ressens un lien unique avec eux, parce qu'on ne ramasse pas les poubelles avec tout le monde, au final. Et puis, une cause, ça pousse. Une cause commune, ça déplace des montagnes, ça détruit l'impossible. Et parfois aussi, une cause, ça vous fait rencontrer des personnes. Pour moi, la personne qui, malgré l'environnement des poubelles, est devenu le compagnon de ma vie. الخير جميعا. بداية بس لوضح شغلة للي عم يتساءلوا ليه بتول كانت عم تحكي بالفرنسي ما كانت عم تحكي بالعربي، هو لأنه بتول منا لبنانية،
بتول هي فرنسية من أصل عراقي، وبتول وقت اللي كانت هون بعزدين الأزمة، أزمة الزبالة، كمان قررت إنه ما فيها تقعد وتتفرج، وإجت وحطت إيدها معنا وقررت إنه كمان بدها تساعدنا تنلم زبالتنا من الطريق. بقى هيدا الشيء اللي خلى كل المتطوعين بفرح العطاء يحبوها، وأنا أكتر شوي من البقية يعني بطبيعة الحال. كوننا عم نحكي عن موضوع العراق، بس اسمحوا لي ردكم 6 سنين لورا ل 30 تشرين الأول 2010 بكنيسة سيدة النجاة بالكرادة ببغداد. نهار سبت عشية قداس، في أكثر من 100 مصلي عم بيصلوا كانوا، وإذ 7 مجرمين إرهابية بيقرروا ينفذوا هجوم إرهابي بالكنيسة، بفوتوا على الكنيسة، بيستشهد نتيجة الحادث 2 من الخوارنة، أكثر من 40 شهيد، أكثر من نصهم هني أطفال، أكثر من 7 من حراس الكنيسة. مثل ما شفتوا من كل شيء كان عم ينحكى هون الليلة، أكيد كلكم لاحظتوا أنه شباب فرح العطاء وفرح العطاء بحد ذاته منهم أشخاص معودين يقعدوا ويتفرجوا بس. بناء عليه قررنا أنه لا، لازم يكون في شيء ينعمل. بناء عليه تقرر أنه شباب فرح العطاء لح يكونوا بكنيسة سيدة النجاة ليلة عيد الميلاد تيحتفلوا بالعيد مع أهل المنطقة، مع الأشخاص اللي تضرروا من الحادث. وفعلياً هيدا اللي صار، مجموعة من 6 شباب من لبنان، كمان شاءت الظروف أنه يكونوا سنة وشيعة ودروز ومسيحية، يكونوا كلهم سوا موجودين ليلة الميلاد بكنيسة سيدة النجاة عم بيوزعوا هدايا على أطفال الشهداء. ولكن حكاية فرح العطاء ما خلصت هون. فرح العطاء من وقتها قررت أنه لا، نحن لازم يكون لنا وجود دايم بالعراق، وهيدا اللي صار. من وقتها لليوم صار في صاير أكثر من 10 مخيمات، أنا كان إلي النصيب والحظ إني شارك ب6 منهم بالعراق، بين بغداد، بين الحلة، بين الموصل، بين سليمانية. ولكن اسمحوا لي بس ردكم على مخيم واحد، أنا كان بعد أكثر من 20 مخيم عملتهم مع فرح العطاء، كان عندي مخيم واحد فعلياً هو اللي كان الوحيد والأكثر اللي أثر فيه، أكثر شيء أثر فيه. هيدا المخيم كنا فيه بدير اسمه دير سيدة الزروع بالقوش. القوش هي قرية سريانية بالمنطقة بالموصل، سكانها مثل طبيعة أغلب المناطق المسيحية بالعراق بيحكوا اللغتين، هي العربي وشي بحسب ما بيسموهن اللغة المسيحية، مزيج بين السرياني والكلداني والأشوري. بهيدي الضيعة كنا بهيدا الدير، هون يوم مرق أنا وشاب من الشباب اللي حبوا يرافقونا، هو ما كان من الجمعية، كان مرافقنا كزيارة، اسمه الياس كان. بطبيعة الحال عم نتمشى بقلب الدير، منمرق منشوف في شاب من الشباب المسلمين عم بيصلي بالدير، كان يعني من الشباب اللي معنا. بقى انا بطبيعة الحال انه منظر عادي، شاب عم بيصلي اوكي، وضليت مكفل. الياس اتطلع هيك واستغرب المنظر، شفته فات للياس، انا فت ورا بقرب الياس هيك، صبي ساجد بالارض، بقرب الياس لعنده بقول له خير حبيبي مضيع شيء. الغريب بالموضوع كان انه الياس بعده ما كان بيعرف كيف بيصلوا الاسلام، وهيدا الشيء اللي فعليا انا نبهني انه نحن فرح العطاء بلبنان بعد 30 سنه من الحرب، وبعد ما كان صار له 20 سنه خالصه الحرب عنا، بعد عنا كثير شغل نعمله بلبنان. الموضوع الثاني اللي بدي احكي عنه انا هو يوسف. يوسف هو بطلنا اللي عم نشوفه هون على الشاشه. يوسف كان عمره 5 سنين. يوسف مثل ما بتعرفوا نحن كنا بمخيم للاطفال، بقى بطبيعه الحال عم نغني ونرقص والعاب، بقى دائما كان بين كل الاطفال كان في هيدا الطفل المميز اللي هو يوسف، اكثر واحد عم يضحك ومبسوط، وايام يقعد بالارض لانه مش قادر يهدي حاله قد ما عم يضحك. اخر يوم نحن وفلين جينا عم نودع الكل، بيوصل يوسف لعندي عم يبكي. وصل يوسف وحكاني كلمتين ثلاثه ما فهمتهم، لانه كان يوسف عم بيحكيني مسيحي، وكانت صدمة لإلي إنه يوسف كان ما بيحكي إلا مسيحي. يعني كل فترة المخيم 8 أيام يوسف غشيان من الضحك معنا، ما إنه فهمنا شو عم نحكي. القصة هون هي إنه يوسف ما كان بحاجة يفهمنا شو عم نحكي، يوسف كان بس بحاجة إنه نكون موجودين، كان بحاجة لإلنا حد، وكان بحاجة يشعر إنه في حدا بيحبه. بقى لحديت اليوم أنا كل ما حدا بيسألني شو بتخبرنا عن العراق بخبره عن يوسف. ميرسي. بارنا كتار، خبرناكم شوية أشياء حلوة عنا. هيدا الشغل كله شغل جدي، وبده إصرار، وبده نية، وبده تعب، حتى بده واحد يعطي من حاله للآخر. يعني أنا بذكر إني كنت نام بالسيارة تا أربح وقت ما أطلع على البيت أقدر روح على الورشة، كنت جيب بدلتي معي حتى بالسيارة تا أقدر أطلع على الشغل وإلى آخره.
وقتها حتى الرئيس سليمان موجود معنا طلب إذن من البنك اللبناني الفرنسي وين أنا بشتغل أني فرس تقدر أطلع على على صيدة على عبرة نقدر نرمم اللي صار من بعد المعركة. وحتى عطانا وسام الأرز تقديرا لعطاءاتنا، وكان يعني الباك كمان كان طبعا استجاب لهالطلب، وفرست شهرين من شغله تقدرت نفذت هيدا الورشه. بالتالي هيدا المطلوب، المطلوب اليوم كلنا نتعاضد مع بعضنا تنقدر نغير هيدا البلد. انا بدي انهي، بدي اخبركم شو السر تبعنا. عنا سر، عنا خلطه سحريه. هيدي الخلطة السحرية منا سرية، مجانية، والكل في يشربها. الخلطة السحرية تبعنا ثلاث أشياء. كل نشاطات فرح العطاء ببلشوا الصبح بالنشيد الوطني اللبناني كامل. تاني مكون بالخلطة السحرية، خلال نهارنا منجرب نعيش ما بدأنا. نحن ما منقول إنه منعيش ما بدأنا، لأن ما بدأنا صعبين كثير. محبة، تسامح، والاحترام اللي بيتغير معناهن مع العمر. ثالث مكون من الخلطة السحرية تبعنا هو انه بكل نشاطاتنا مننهي نهارنا بالدعاء المشترك. منوقف بدائرة كبيرة كلنا سوا، وكل واحد على طريقته مثل ما هو معود بعبر عن شعوره. في ناس بتقول صلاة، في ناس بتقول آية قرآنية كريمة، في ناس بتشكر أصحابها، في ناس بتتأمل، في ناس بتشارك نهارها شو صار معه. هيك منبلش نهارنا، هيك منقضيه، وهيك مننهيه. أنا طولت الكلام، شكرا لطولت كتير عليكم. يا حجاوبك، شكرا مدام. رح جاوبك انه خلال كل هالسنوات اللي بمول فرح العطاء هن اصدقاء فرح العطاء، من اشخاص، من شركات، من ناس عندها بضاعه نحن منعوزها بالورش تبعنا، من ناس عندها اكل بتعطينا حاجاتنا للمخيمات تبعنا، وكله تقديمات مجانيه. وطبعا شبيبتنا كلهم متطوعين. بقى ارجوكم فوتوا على الويب سايت تبعنا www.offrejoie.org او على الفيسبوك اكتبوا Offre Joie، بيطلع لكم كامل المعلومات والاسئله وارقام تليفوناتنا تتصلوا فينا. اخر شيء بحب اقوله، بطلب من شباب لبنان من خلالكم بعتوا اولادكم يشاركوا معنا، تتغير حياتهم انا بعدكم، وبيتغير لبنان انا واثق. مدام هراوي ما فينا نشكرك كفايه، ان شاء الله بيتك بدل عمران. شكرا على هيدي الجائزه اللي ما بعرف قدام، يعني ما في اعبر لك قد ايه نحن مبسوطين انه ناخذها. ما تواخذيني طولت الكلام، لا ما في فضل. منك ما في منك، تسلمي. يا ريت الكل مثلك. تسلمي تسلمي. صاحب الفخامه، اصحاب الدوله والمعالي والسعاده والسياده والسماحه، ايها الاصدقاء، يسعدني أن أرحب بكم مجدداً في دارة الرئيس الياس الهراوي، واسمحوا لي أن أستهل كلمتي بإلقاء هذا المقطع من فصل العطاء في كتاب النبي لجبران خليل جبران. عندئذ تقدم منه رجل ثري وقال له: ماذا تقول في العطاء؟ فأجاب: إذا أعطيت القليل من كثير ما لديك فإنك تعطي لتتباهى ولا تكون أعطيت. العطاء الحقيقي أن تعطي من ذاتك. جميل أن تعطي من يسألك، لكن الأجمل أن تعطي من لا يسألك إذا شعرت أنه في حاجة إليك، وعندئذ يكون لك فعلا فرح في العطاء. أيها الحضور الكرام، وأنا أتلو عليكم هذه الكلمات
أشعر أن هذا القول قد لا ينطبق على نقاء روح وقلب واندفاع كما ينطبق على مكرمنا اليوم. أقول هذا وأخشى أن أجرح تواضعه النبيل. هو الذي يوم أبلغته بإجماع لجنة الجائزة على منحه إياها لهذا العام كاد أن يعتذر عن قبولها إلا بشرط وحيد، أن نمنحها لا لشخصه المفرد بل للجمع في جمعيته. ونحن فخورون وسعداء أن هذا الرجل هو في ذاته مفرد بصيغة الجمع. وخلال المداولات التي نعقدها دورياً للتباحث في اختيار مستحق الجائزة كل عام، يبقى مبدأنا واحد: أن تذهب الجائزة إلى من تنطبق عليه صفات ومواصفات تتطابق مع جوهر الجائزة الذي يكافئ سنوياً من يعمل على ترسيخ الميثاق الوطني. وأي رسوخ للميثاق الوطني أبلغ ممن يبادر، لا استجابة لطلب ولا جواباً عن سؤال، فينادي رفاقاً له نبلاء مثله أصفياء يرافقهم ويخاصرهم ويساعدهم على نقش فرح العطاء في ضمير الوطن. هنا شارع دمره انفجار، هناك بيت يحتاج إلى ترميم، هناك مدرسة شاخت على جدرانها السنوات، فإذا بالملحم ورفاق الملحم ورشة عمل دينامية فعالة منتجة في صمت تعمل وفي صمت تنجز وفي صمت تغادر، تاركة وراءها أنقى وأنبى المعاني فرح العطاء. وبالفعل ليس عطاء ما لا يثمر الفرح، كل ثمرة في الأرض نتيجة العطاء. بلا منا ولا صوت هي ذي الأشجار، تعطي الثمار وتمضي من فصل إلى فصل، لا تسأل عن قاطفي ثمارها، فرحها أنها تعطي. وهي ذي الورود تفوح بالعطر ولا تنتظر من يشكرها على شم العطر، فرحها أن تعطي. وهي ذي جمعية فرح العطاء، تبادر ذاتياً بنداء من ضمير وطني، لا تنتظر شكراناً ولا امتداحاً، فرحها أن تزرع الفرح في القلوب كي تهنأ بعدها القلوب بهذا الفرح. وعلى صورة الميثاق الوطني الذي أنشأه الرواد المؤسسون لمواطنين متساوي الحقوق والواجبات، لا فضل لأحد على آخر إلا بمقدار إيمانه بلبنان وشعب لبنان وأرض لبنان وكرامة لبنان، ولا فرق في المواطنية بين عائلة روحية وأخرى، بين أبناء منطقة وأخرى، بين المنتمين إلى التزام سياسي أو آخر. هكذا أسرة فرح العطاء، كوكبة شبان وصبايا في ربيع العمر، في نضارة الحياة، في نصاعة الاندفاع، في نبل المبادرة النقية. جمعهم حب العطاء، لا منة يطلبون ولا مكافأة، كأن مكافأتهم أن يروا بسمة تعود إلى محتاج، وغبطة تشع من وجه حزين، وفرحة تغمر من كان في شوق إلى الفرح. لهذا، لكل هذا وللكثير سواه، يسر لجنة جائزة الرئيس الياس الهراوي أن ترفع جائزتها هذا العام إلى جمع في عطاء مفرد، إلى جمعية
في صيغة فريدة إلى رفاق ملحف خلف فردا فردا، وهم حتما يشعرون بأن الجائزة وصلت إلى كل فرد منهم حين يتسلمها عنهم جميعا، كما على عن كل فرد منهم المواطن المثال المحامي الدكتور ملحم خلف. فليتفضل لاستلام. مبروك لجمعية فرح العطاء هذه الجائزة وشكرا. أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، أيها الحفل الكريم، حضرة السيدة الفاضلة صاحبة الدار، تشدني الذاكرة اليوم إلى العام 1985 حين كنا مجموعة من الأصدقاء لا يتخطى عمر أكبرنا 20 من العمر، يوم كنا نعيش الحرب بحقدها وما فرضته علينا من تباعد وخوف وقتل ومن إقصاء للآخر، حتى ضاق عالمنا لتصبح الملاجئ ملاعبنا والشوارع المحيطة بمنزلنا وطنا بديلا نكبر فيه. تشدني الذاكرة إلى الخوف الذي كان يعتري المواطن الذي كان يتجاسر ويدخل منطقة اتسمت بطائفة غير طائفته، أو بحزب غير حزبه، أو بمنطقة غير منطقته، ليتحول الوطن إلى مناطق نفوذ تتقاسمه مجموعات، وصل الأمر بها إلى تبرير الشرذمة والتقسيم مسقطين لبنان وفرادته. وإذا كانت الذاكرة تشدني إلى تلك الحقبة فلا حنين لي فيها لا للخوف ولا للذل المساق خلالها باسم الدين استغلالا أو باسم الطائفة أو باسم التسلط، لتظهر هذه الحرب على حقيقتها حربا عبثية قاتلة تقدم زهرة شباب الوطن على مذابح لعبة السلطة والتسلط وتقاسم المصالح من دون أي اعتبار للإنسان ولقيمته. في ذلك العام وبمواجهة المخططات التقسيمية والتشرذم والحقد والطائفية المدمرة وانقطاع التخاطب خلال فترة التقاتل، حملنا أملنا وأعلننا الحرب على الحرب، فنهضنا ووقفنا وصرخنا إيماننا الراسخ المتجذر القائم بأن لبنان الواحد المتنوع ضمن الوحدة والحر والعادل لن يموت. لبنان الخير، لبنان الجمال، لبنان المحبة والتسامح والاحترام آت لا محال. وها هو حينها بدأت مغامرة تجسيد الأحلام، والتي بدأت بجمع أطفال من كل لبنان بعيداً عن أي اعتبار مناطقي أو طائفي، فكان لبنان يتجسد داخل مخيمات فرح العطاء من حولة وميس الجبل ورميش وحصبية وصيدة وصور حتى تلبيبة وبزبينة وحلبة وطرابلس وزغرتة، مروراً بعيتنيت وجبجنين وبعلبك والهرمل وبرقة ودير الأحمر، رأس بعلبك والجهلية ودير الأمر وبيت الدين وغزير وبكفية والقطين وجبيل وبيروت والأرز مثل كل سنة بتجمعنا. يبنون الجسور لنلتقي، يقيمون الجسور ما بين أهالي تعلبية وسعد نايل، ما بين أهالي البسطة وأهالي الخندق الغميق، ما بين أهالينا في جبل محسن وباب التبانة. وهكذا هكذا عبدت فرح العطاء الجسور لتلتقي مع مشروع إعادة بناء الدولة الواحدة الموحدة الذي نهض به الرئيس الياس الهراوي، الذي تصدى لمشروع إعادة توحيد الدولة وبناء مؤسساتها
الإدارية والأمنية والعسكرية على نصاب وطني لإعادة لبنان بوحدته، ليكون على قدر الرسالة التي أمنها علينا البابا يوحنا بولس الثاني حين وصف لبنان بأنه رسالة، رسالة علينا جميعا إنجاحها، إنجاحها كأنموذج حياة لذواتنا، لذاتنا، للشرق وللعالم. أيها السادة والسيدات، دعوني أولا أن أتوقف عند أصل وأساس هذه المناسبة. لماذا تعمد مؤسسة تحمل اسم رئيس جمهورية لبنان الراحل ياسر هراوي إلى تكريم مؤسسة تنشط في المجتمع؟ تكريم يأتي من الموقع الذي يلخص أقانيم وحدة الوطن ولبنان، الأقانيم المتمثلة بالعلم، بالأرزة، وبرئاسة الجمهورية. وهذا العلم الذي يلخص تاريخ ونضالات وآمال الجماعة التي ترفعه شعارا لها، والتي تلخص أيضا بالأرزة التي تتوسط العلم بما تؤكده من استمرارية العطاء ورسوخه في التاريخ والحاضر والمستقبل كلبنان الذي ترمز له، ورئاسة الجمهورية الذي يرفع العلم عاليا ويتفيأ ظل أرزته ويعمل للدفاع عنهما بما تمثلانه من وحدة الوطن وشرط بقائه. إذن لماذا تكريم جمعية فرح العطاء؟ لعل القيمين على مؤسسة الرئيس الياس الهراوي وجدوا ترابطا يجمع بين عطاء الأخضر في أرزة العلم الذي يسيج بقاء الوطن ويرفض استمرارها بالخصب الدائم، وبين الفرح الذي تمثله الجمعية في عطاء متطوعيها، عطاء متطوعيها الأخضر الممتد على كل مساحة الوطن، وتعطي ويعطون كما الأرز من دون أن يسألون أو أن يقفوا عند حدود السؤال عن الانتماءات أو الطوائف، فلا شرط لعطائهم سوى الوطن ووحدته واستمراره تجربة فريدة ورسالة إنسانية للتعايش بعيدا عن العصبية والتعصب. ولعل هذا ما لمسه الرئيس الراحل شارل حلو في فرح العطاء الجمعية والهدف والرجاء عندما أصر على جعل نشاطاتها وما تعمل له رافدا للدور الذي لعبه تاريخيا كرمز لوحدة وسيادة الوطن واستمرارا له. ولعل ما رآه الرئيس ميشيل سليمان في عمل فرح العطاء المثال والدور يشبه الثلج والماء الذي يرفض اخضرار الأرز وأزليته، وإنها بعض من جذوعه التي تعمل على إعادة نسج الوشائج والعلائق الإنسانية وروافد الحب بين اللبنانيين، عندما قرر أن يمنح فرح العطاء وسام الأرز برتبة فارس تقديرا لعطاءاته. هذا المدخل لتكريم جمعية فرح العطاء يحملها مسؤولية كبيرة وعظيمة توازي الوطن بأكمله وتغور فيه وفي شروطه، وهي بكل أفرادها وكل المؤمنين بدورها ورسالتها الإنسانية والوطنية لا تتردد في قبولها وتحملها، لأنها تكليف لا تشريف تضعها في خط التصدي لكل ما يهدد الوطن ومساحات الطلاق بين اللبنانيين بكل تنوعاتهم ومشاريعهم الدينية والمذهبية والطائفية. فرح العطاء هي مجموعة شباب أو شيب متشبثون بشبابهم الوطني، متمسكون بالدولة الجامعة، رافضون كل محاولات قتل الحلم بالعيش الواحد، بالعيش معا. أعلنوا أنفسهم حراسا عن حدود المحبة وأخضر الأرزة وأحمر دماء الشهداء
وبياض قلوب المحبين، يحدهم إلى ذلك كرههم للظلمة والظلام والظلم، وحبهم لحماية أحلام الفقراء والمحبين من دون النظر إلى لون أو عرق أو دين أو مذهب، وشرطهم شرطهم الوطن وهويته المركبة بحب من دون تعقيد لا يفضي سوى إلى الكره والاحتراب. فرح العطاء هي الأخضر في الأرزة الذي يدعو اللبنانيين للعودة إلى ذواتهم من دون تعقيدات ومركبات النقص والانتماءات الثانوية. هي التأكيد على نضارة المشترك الإنساني بين اللبنانيين ضد كل أدوات القهر والتفرقة والفرقة الذي يحاول إخراجنا من إنسانيتنا ومن المساحة المشتركة. المساحة المشتركة تأتي إليها ومنها فرح العطاء، تعترف بالتنوع بالتعددية الموجودة منذ القدم، واستطاعت الجماعة اللبنانية من تهذيبها وصياغتها على أساس العيش معا والعيش الواحد، واستطاعت أن تؤصلها على الرغم من كل ما أصابها من انتكاسات دوارية على مدى التاريخ، وهي انتكاسات لم تكن وليد عامل داخلي فقط بين المكونات اللبنانية، ما جعل من الحوار الدائم والمستمر ضرورة أدرك أهميته اللبنانيون بكل فئاتهم، وذهبوا إليه واختاروه مذهبا في الحب والحياة لا يتعارض مع مكوناتهم الخاصة إن كانت دينية أو ثقافية. من المساحة المشتركة، من الوسط والتوسط بين اللبنانيين بكل انتماءاتهم ومشاربهم، تأتي فرح العطاء إلى فضاء الوطن ورمزيته التي تتمثل في مؤسسة الرئاسة التي تعتبر الأقنوم الواحد لثالوث وحدة الوطن في علمه وأرزته ورئيسه. أن تعمد مؤسسة الرئيس الهراوي لتكريم فرح العطاء يعني أن بوصلة مؤسسة الرئاسة ما زالت ترصد المؤشرات التي تكشف عن مصادر الحب والحرص على وحدة أبناء الوطن، الوطن الذي لا يكون ما لم تختاره جماعة واحدة أو متنوعة ليكون وطنا لها. وكان قدر لبنان أن يكون متنوعا، وأن تعمل مؤسسة الرئاسة على حراسة الحبل الذي يجمع ويربط بين أبناء هذا الوطن وتمسكهم ببقائه خيمة تجمع ولا تفرق. ليحفظ الله لنا لبنان بكل تنوعاته ومكوناته، وليحفظنا الله من أي شر قد يداخلنا ويبعدنا عن المساحة المشتركة والوسطية والحوار والحب والعطاء، وليبارك الله هذه المؤسسة التي استمرت في ترجمة المعاني التي يمثلها موقع رئاسة الجمهورية كرمز لوحدة الوطن. ولتكن عند الله روح الرئيس الياس الهراوي الذي عمل على توحيد أجزاء الوطن بعد سنوات من القهر والفرقة والتصارع في سلام. في الختام، إن من يستحق التكريم هم الذين يعملون بصمت من أجل بقاء لبنان، هم شبيبة ومتطوعو فرح العطاء الذين لولاهم ولولا عطاءاتهم لما استطاعت الجمعية أن تكون النقوص الذي يقرع رؤوس كل المتربصين بهذا الوطن وعيشه المشترك. فالشكر لهم أحق وهم أهل التكريم. شكرا.
congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in